الباين ان الطغاة وصلوا. كم عددهم؟ واضح من بداية الراتل ان راتل ضخم وكبير. باشين اوامرك. اطلقوا عليهم النار بقوة. مستحيل نخليهم ياخذوا المحطة البخارية مهما صار. تحرك! ترى! قوات الطغاة يتمركزون في بورات الحسون، يفصلنا عنهم أكثر من 50 كيلومتر. ربما تكون وجهتهم القادمة هي البخارية. لا أعتقد أن يجازفوا بتقسيم قواتهم بين هنا وهناك. أنا مع رأيك، لكن يجب تعزيز دفاعاتهم الأمامية يا إبراهيم. رات الكبير من قوات الطغاة يقترب منا. أين؟ على بعد 1 كيلومتر فقط. ولكن الله ربا.